تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، نظمت الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين المنتدى 14 للدكتور راشد بن علي فليفل للإعاقة بعنوان أطفال التوحد واستخدام التواصل الاجتماعي القائم على الشاشات، بمشاركة المختصين والخبراء في مجال ذوي الإعاقة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الإعاقة في المملكة ودول الخليج العربي. وخلال حفل الافتتاح أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجهود الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد وإنجازاتها المتحققة خلال 14 عاما والمصب في خدمة ذوي العزيمة، لافتا النظر إلى أن منتدى فليفل للإعاقة السنوي يعكس مدى الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والذي يوليه القائمون على المبادرة لإسهامها في تلمس احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع، مستذكرا في ذات السياق الدور الذي قام به المرحوم راشد بن علي فليفل في متابعة شؤون ذوي العزيمة، حيث كان من أوائل الرواد المهتمين بمجال الإعاقة وأول رئيس للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين. وأكد حميدان على أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية للأشخاص ذوي العزيمة، حيث تم تخصيص مبنيين لهذه الفئة في مجمع الإعاقة الشامل، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والمالي للمراكز التأهيلية المختصة باضطرابات التوحد. بعدها قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم الأعضاء المؤسسين للجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية والتوحد وقدام العاملين ممن أمضوا أكثر من 15 عاما في خدمة هذه الجمعية. هذا المنتدى يعد علامة لاهتمام الجمعيات الأهلية بالمصابين باضطرابات التوحد أو التخلف الذهني والإعاقة. حقيقة الجهد الأهلي أصبح جهد متطور ومفيد جدا ويؤازر الجهود الحكومية للعناية بهذه الشريحة التي تستحق منا كل الدعم وكل المتابعة لكي تكون شريحة عاملة مندمجة في المجتمع وتحصل على كافة الحقوق والتسهيلات من المجتمع.